السلام عليكم مستمعي برنامج التيتا فين، اهلا بحضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه راس السنه الجديده الهجريه والميلاديه. في البدايه بحب اشكر شكر خاص جدا لصديقي سامح ابراهيم اللي عمل مقدمه البرنامج. هو طبعا اللي كاتب الكلمات وعامل الالحان ومغني ومسجل وعامل كل حاجه الحقيقه. تعب معايا جدا الفتره اللي فاتت في انه يطلع الاغنيه دي، فبشكره شكر خاص جدا واتمنى انها تعجب حضراتكم. راس السنه مناسبه ارتبطت دايما باحلام وطموحات الناس للسنه اللي جايه. مفيش شك ان الواحد ساعات كده بيسرح وبيتمنى ان الزمن يرجع بيه للسنين الحلوه بتاع زمان برضه، وعلى طول كده بيبقى عندنا فضول ان احنا نعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل. اللي حصل ان من كام يوم كده كنت قاعد على القهوه مع واحد صاحبي اسمه شادي ابو المعاطي، وكنا قاعدين بنفكر في السنه اللي فاتت واللي حصل فيها، وبرضه كنا بنتكلم عن توقعاتنا للسنه اللي جايه في الكوره والفن وفي الرياضه وفي كل حاجه عادي جدا. بس اللي مش عادي بقى ان لقيت ابو المعاطي صاحبي ده كلمني تاني يوم الصبح بدري جدا، حوالي الساعه 7 مثلا الصبح ولا حاجه، وصحاني من النوم الله يقرفه. قال ايه؟ عشان يحكي لي على حلم هو شافه بالليل وانه لازم يحكي لي عليه قبل ما ينساه. وهنا انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه، الصداقه حاجه، وانك تصحي واحد صاحبك من النوم الساعه 7 الصبح عشان تحكي له على حلم دي حاجه تانية خالص. يعني صحاني برضو علشان يحكي لي على الحلم اللي هو شافه. ابو المعاطي شاف في الحلم انه هو مروح بالليل بعد ما قمنا من على القهوه لقى قدام باب بيتهم اله الزمن، وعلى اساس يعني ان الشاب بيستخدم الاله دي كل يوم الصبح بعد ما يغسل سنانه، فاول ما شافها عرف على طول انها آلة الزمن. ده كمان عرف ازاي بيشغلها. قال لك ايه بقى؟ ان آلة الزمن دي حاجة كده شبه التلاجة، لونها ابيض، ليها باب واحد ودرج صغير كده تحت خالص. الباب ده عليه من بره مفتاحين مدورين ومحطوطين في نص الباب. كل مفتاح من دول المفروض ان هو بيوصلك لزمن مختلف عن التاني حسب اختيارك. واول واحد فيهم كان لونه احمر وكان مكتوب عليه من سن شهر لسنتين، ولما بتدوس عليه مش معروف بالظبط انت هتخرج امتى ولا فين ولا هتكون بتعمل ايه، بس الاكيد انك هتخرج وانت عندك يا اما شهر يا اما سنتين يا اما حاجه في النص. المفتاح التاني كان لونه اخضر ومكتوب عليه من سن 60 لسن 80 سنه، ونفس القصه برضه. سعادتك بتدوس على المفتاح اللي تختاره، وبعد كده بتخش الثلاجه قصدي آلة الزمن، وبتقفل الباب وراك وبتستنى حوالي 5 ثواني كده ولا حاجه، واول ما بتفتح الباب بتلاقي نفسك في الزمن اللي انت اخترته. ابو المعاطي بيقول لي ان هو لما فتح الدرج الصغير اللي تحت ده لقى محطوط فيه ورقه مكتوب عليها كلمه سر، والمفروض ان هو لما بيقول كلمه السر دي بيرجع للزمن الاصلي بتاعه ده، لو في حاله يعني ان الزمن اللي هو راحه ده ما عجبوش. وبما ان ابو المعاطي كان قرفان من حياته وعايز تغيير، قرر ان هو يغامر ويستخدم الاله دي، وقرر كمان ان هو يبدا بالمفتاح الاول بتاع شهر او سنتين، وانه يرجع بقى الايام الكتموت الحلوه بتاع زمان دي. ابو المعاطي داس على المفتاح. فتح الباب ودخل الآلة ورزع الباب ورا. وغمض عينه حوالي 5 ثواني كده ولا حاجة، وما فكرش في أي حاجة غير إن هو يرجع للزمن ده. فتح ابو المعاطي عينيه ولقى نفسه عنده بالظبط سنه، ولقى اغاني وزيطه وزمبليطه وناس كتير قوي حواليه، كل دول جايين عشان يحتفلوا بيوم ميلاده الاول. ابو المعاطي لقى نفسه مرمي في وسط كميه هدايا عمره في حياته ما حلم بيها، ورغم ان ابو المعاطي وشه كله حوادث بس كان شكله هو صغير زي القمر. ابو المعاطي بيقول ان كل الناس كانت فرحانه بيه وبتضحك له، وانه كان ولا في دماغه اي حاجه، ولا امتحانات بقى ولا مشاوير ولا مواصلات ولا مسؤوليه ولا اي حاجه،
وبعدين أقصى طموحاته كانت بتتحقق بتزييقه، يعني مثلا لو جاع كان يزيق بس ويلاقي اللبن نازل عليه من كل ناحية، ولو عايز يتدلع مثلا يزيق برضه فيلاقي كل الناس قاعدة تدلعه وتهشتكه. بس في وسط الحوار ده أبو المعاطي لقى إن ناس كتير قوي بتبوسه عادي، يعني الناس بتحب العيال الصغيرة وسو كيوت والحاجات دي، بس الموضوع كان مأفور جدا، أي حد كان بيبوسه، أي حد فعلا. وبصراحة دي حاجة برضو من الحاجات اللي موجودة في بلدنا واحنا مش فاهمينها وكانت بتحصل لنا كلنا. يعني الفكرة ان في ناس بتبوسك من باب مجاملة ابوك وامك، او حتى يا عمي من باب انك حلو وسو كيوت والفيلم ده، انت ايه ذنبك في كل الجراثيم اللي كانت بتلزق في وشك دي؟ فجأة ابو المعاطي لقى طنط جمالات جارته بتقرب منه ومداله وبوزها شبرين لقدام. هتبوس طبعا، المشكلة ان طنط جمالات دي مش بتبوس، دي بتف في وشه. ولسه لحد النهاردة ابو المعاطي لما بيشوفها بيطلع يجري. ابو المعاطي حاول يتفادى البوسة العالمية دي وقعد يعيط كتير جدا املا ان امه تلحقه قبل البوسة، لكن مفيش فايدة. اتبس ابو المعاطي وقعد يعيط بسبب القرف اللي لزق في وشه ده، وطنط جمالات لسه بتبوس فيه، هو يعيط وهي تبوس، هو يعيط وهي تبوس. انتهى هذا المشهد المأساوي بان طنط جمالات زهقت منه ووديته للعيال ولادها عشان يلعبوا معاه شوية يمكن يبطل عياط. ابو المعاطي لقى نفسه بين ايدين حمادة ابن طنط جمالات الكبير، حمادة ده اللي هو بقى دلوقتي سعادة لواء الداخلية احمد ابن جمالات. كان شكله عبيط جدا وهو صغير. حماده قاعد يحدف ابو المعاطي لفوق ويشقطه، يحدف ابو المعاطي لفوق ويشقطه، يحدف ابو المعاطي لفوق ويشقطه، زي ما يكون كان بيحدف كوره. مسكين ابو المعاطي ما بقاش لاحق حتى يعيط واستسلم للامر الواقع وسكت بعد ما داخ في ايد حماده. واول ما سكت ابو المعاطي وابتسم حماده هو كمان بس. طبعا بوسه حماده ارحم من بوسه امه جمالات، بس المشكله ان حماده كان كل وشه ملغوص بالشوكولاته بتاعه عيد الميلاد، عيل طفص طول عمره. قرر حماده انه ياخد ابو المعاطي ويفرجه على التلفزيون، وفتح حماده التلفزيون. تحب النمر ولا الاسد؟ الاسد اقوى ولا النمر؟ النمر اقوى ولا الاسد؟ الاسد. انت عندك كام سنه؟ طب ثلاثة كفاية؟ ثلاثة. قول عرفتي بقى. عرفت. طوله 4160 ميل، يعني 5656 كيلو. يا نهار اسود، ده طلع برنامج عروسه اللي احنا مش فاهمينه لحد دلوقتي. ابو المعاطي قاعد يعيط ويعيط ويعيط لدرجة انه عملها على نفسه من كتر العياط. طبعا حمادة حس بالموضوع ده فقرر يشيل ابو المعاطي بمنتهى القرف عشان يوديه لامه. ابو المعاطي فرح جدا لما راح لمامته عشان تغير له. من حسن حظ ابو المعاطي ان امه اخيرا بقت بتعرف تغير له من غير ما تقرفه، واللي مش فاهم قصدي بقى يروح يسال والدته. بس للاسف ام ابو المعاطي كانت مشغوله جدا مع الضيوف وما كانتش عارفه تعمل ايه ولا ايه، عشان كده قررت طنط جمالات انها تتبرع.